الحرب تفرض قانونها، الحرب تفرض قانونها، القانون اللي يتماشى مع الأساليب الجديدة. الشعب الصحراوي مصر ومصمم على تطوير كفاحه المسلح حتى إيصال المحتل بأن يسلم أن التعنت وسياسة الهروب إلى الأمام وحرب الإبادة واستعمال الأساليب الإرهابية في الحرب، الأساليب الوسخة، الأساليب التي تمس المواطن المدني البريء، تفرض على الجيش الصحراوي أن يتماشى ومتطلبات المعركة. نحن جيش تحرير شعبي يمتلك المبادرة، وهذا جانب التفوق الكبير الذي يميزنا عن جيش نظامي متخندق ثابت في مواقعه، نضرب حيث شئنا ومتى شئنا.